هرقل أظهر الإيمان، ولما أظهر الإيمان عند البطارقة كادوا أن يقتلوه فشح بملكه، وقصته مشهورة في صحيح البخاري، وذلك لما التقى بأبي سفيان في حال كفر أبي سفيان فأظهر محبته لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ثارت عليه البطارقة قال إنما أردت أن أختبركم في دينكم، ولذا هو الذي قاتل المسلمين في غزوة مؤتة كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن حجر قال لما أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي الإسلام قال كذب شح بملكه